الوطني ايطاليا اللي مسترينها الكونفدراليه تقريبا منذ اعتلاء الحكومه على الحكومه. وكنا كان من المفروض انه حكومه تجيب باش تسهل الوضعيه وتقاد الوضعيه ديال المغاربه المزريه. وحنا كنشوفوا الوضعيه المزريه اللي كيعيشوا المغاربه سواء في الاسعار سواء في المواد الغذائيه المواد الاوليه المحروقات. حنا مقبلين على العيد الاضحى بمعنى انه الحكومه لا زالت متعنته في انتظار انه الحكومه تلتزم بالالتزامات ديالها يعني تلبي الطلبات ديال المجتمع المدني ولا ديال الهيئات النقابيه. حنا كنشوفوا الحكومه بقى بقى ما خدعاتش للقرارات ولا البرنامج اللي جات به النهار الاول. النهار الاول جات بواحد البرنامج. حنا كنشوفوا عيشوا المغاربه كيعيشوا واحد الوضعيه كارثيه في ظل الغلاء. حنا ما غاديش نتنازلوا ككونفدراليه، غنبقاو في الاتجاه ديال المحطه النضاليه الى ان تنازل الحكومه على واحد المجموعه ديال القرارات ديالها.